الخوت السلام عليكم. اول مره غادي نبدا الفيديوهات ديالي ونهضر معكم. ديما انت تتبعوا سلسلتي مع المافيا تلقاوني مدور وجيلات جي وتنضر القصه ديريكتومون. دونك اليوم غادي ندوي معكم ونقول لكم بلي هاد قصتي مع المافيا تقدر تكون اليوم اخر حلقه، وهذا ماشي القرار ديالي، غيكون القرار ديالكم نتوما. نتوما اللي ديسيديو واش تكون اخر حلقه ولا لا. نتوما 67000 واحد تتفرجوا فيا، وكاينين 40000 واحد تيتفرجوا في كل حلقه تنحطها، ودونك كاينين 3000 لايك، يعني 37000 واحد تيتفرجوا فيا وما تيديروش لايك. هذا تعني بلي هاد الناس اللي تفرجوا فيا ما عجبهمش هاد السلسله، ولا تنساو، ولا ما باغيش يديروا لايك. دونك الاخوان الحلقه ديال اليوم لما فاتش 5000 لايك غيكون ميساج عطيتوه ليا نتوما بلي ما بقيتوش بغيتوا هاد سلسلتي مع المافيا. ودايور انا درت محتوى اخر كما شفتوا هاد الفيديوهات اللي فاتوا اللي ما عندهم حتى علاقه مع المافيا، جناو نفس المشاهدات وجناو نفس لي لايك ديال قصتي مع المافيا. دونك قصتي مع المافيا ما عندهاش شي حاجه سبيسيال ولا شي حاجه عجباكم. بغيتو نكملوا فيها دعموا القناه، ما دعمونيش انا ما خاصني حتى شي واحد يدعمني. راك عارفيني الناس اللي تيقراب ليا راه عارفيني ما خاصني لا دعم لا جوج. انا تنقول لك دعم هذاك الشيء الزوين اللي تنعطيك حيت تنضرب فيه تماره، وهادشي دوينا فيه في الفيديوهات الاخرين ديال. دونك ما دعمنيش انا، دعم القصه ديالي اللي كاتبها وضرب عليها تماره. دونك الاخوان الميساج ديالي للاخر هو هذا، الكره في يديكم، بغيتو نكملوا في لا مافيا فوتوا 5000. شفت فيديوهات اخرين وقنوات اخرين اللي عندهم 60000 70000 مشترك، يعني ماشي شي قنوات كبار، بلان تيلوح فيديو عنده 7000 لايك حاجه عاديه في 40000 في، وانا 3000 لايك دونك حاجه ماشي عاديه، وستو قصه فيها تماره. دونك الاخوان غادي نبداو الفيديو دابا بلا ما نعطلكم، ونخليكم حتى المره الجايه وبسلامه. دونك هذاك باكو فاندرفيلد وميم هذاك الشاب ديال ديمونا وينامس ما بقاش يدخل في لي زافير ديالنا، اي حاجه بغيناها غادي يدخل، حتى دي دار كانت حاطه يدها على البورت كامل وكانوا شادين الناس الكبار، دونك اي باطو ديالنا ما غادي يبقى يتفتش لا والو. وبالنسبه للمشكل الثاني اللي كان هو المشكل الرئيسي واللي جبدنا الصداع كامل مع هاد لاسيك تادي هو هذاك ويليامز، قالوا لنا بلا ما يخرجوش الفيديو ديالو ولكن غيعاونوا باش يولي بريمير مينيستر، وناي شد هذاك البوست غادي يعاون ديدال ويعاون كوزان وسطرا في اي افير دخلوا فيها بجوج. واخا ما كناش حاملين من لويجي كنا باغيين نطرقوهم كاملين، ولكن لي سوليسيون اللي عطاونا كانوا مزيانين في المستقبل ديال كوزان وسطرا. وانا نوقف انا ولويجي يعني سال الاجتماع يعني قابلين كلشي، ما سلمنا عليهم ما والو حيت ما كانش بيناتنا لا شراكه لا بيزنس، وما يتحركوا في الطوموبيلات ديالهم في هذاك الليل. ومن تماك عمرنا ما كنا سمعنا بشي واحد فيهم. البور ديال انتويربن ولا داير فحال شي طاحونه في العروبيه، الكاميو ديال المصبانه ولا تيدخل حتى للقاع ديال البور قدام الباطو باش يتشارجا تماك. كلهم هادوك الديوانيين اللي خدامين تماك تيديروا فحال ما تيشوفوناش، بحال ما كاينينش، بحال انفيزيبل. ملي تيدوز الكاميو ديال المصبانه قدام شي كرادي بالزربه تيدور وجهو تيشعل كارو وتمشي بعيد يدير شي حاجه اخرى، ما تيبقاش يدور في هذيك الجهه اللي فيها البيزنس. كانوا شامين وعارفين بلي هذيك لافير داخلين فيها اقوى جوج منظمات في العالم، الماسونيه وكوزان وسطى. دونك ما كان حتى شي واحد يقدر يزعم ولا يمشي يفتش شي حاجه ولا يخشيني يفوف شي لعيبه، سينو ما غيكملش النهار ديالو ديال الخدمه في البور. اي لحوم شي بلاصه ولا طاح على شي قروة ولا يقدو يلقاهم بعد 3 شهور تحت شي باطو طلعوهم من فوق. دونك هادوك لي كرادي كانوا دايرين فحال حنا ما كاينينش، ومن بيناتهم ما كانوش يدوا في هذا الموضوع، بالنسبه لهم كان فحال شي موضوع ساكري، كلشي خايف على راسو. باكو فاندرفيد ولاو تيديروا خدمتهم العلالي، تيخرجوا السلعاب شويه عليهم وتيستفوا مع الناس اللي خدامين معاهم في لا كاميونيت. دونك الخدمه اللي كانت خاصها دير في 10 مينوت تدار في ساعه ونص على خاطرهم. وبعض المرات كنت نجي انا ولويجي تنشعلوا جوج سيجارات قدام الباطو، تنشافوا باكو ليكيب ديالو كيفاش خدامين واقفين قدام سلعتنا واقفين قدام 100 عام ديال الحبس. بروكسل باري امستردام غرقوا بلا وايت نايت، ولا الكاميو تيخرج من البور تيمشي ديريكتومون عند بيريسترويكا. ما بقيناش نخزنوا في المصبانه حيت ولا واحد رولمو ما بقاش عندنا الوقت كيما تنستوكيو، تيجي الباطو تمشي ديريكتومون عند بيريسترويكا. سيفطنا لي 10 ديال لي شيميس من عندنا
بغينا السلعه ديالنا تكون تتخلط بنفس الطريقه، باش لا استعملها شي واحد في امستردام تخلق ليه السعاده بنفس الطريقه لا استعملها في بروكسل. وكانت الكونترا بيننا وبين بيريستروكا بلا البيضه ديالنا تبع ديما في نفس الباكاجين وايت نايت باي بي تي بنجي تيستا، باش تولي فحال شي مارك ديبوزي معترف بها عالميا. منين شي حاجه تتشهر ديما تيجيو مورا المشاكل. لا وايت نايت فرقعات في اوروبا في لي كاباري لي ديسكوتيك كلشي تيحل فيها، من بعد واحد 3 شهور ولا 4 شهور ما يخرجوا لي زافو تيقولوا بلا مات واحد 15 ولا 20 واحد بين امستردام وبروكسل، وتيقولوا بلا واحد البرودوي سميتو لا وايت نايت هو اللي مسؤول على هاد الموت ديال هاد الناس. هذا انا والويجي كنا تندخلوا 750 كيلو تتفرق في اوروبا كامله، و750 كيلو في الوفات ولا ملايين ديال لي دوز ما يمكنش يموتوا 15 ولا 20، كون كان فيها شي مشكل كره ماتوا مئات الالاف ديال الناس. دونك هاد الميديا كاملين كانت تعرفوا على وايت نايت حيت هو البرودوي الوحيد اللي كان مشهور. دونك ملي ماتوا هاد الناس هادو حطوا صبعهم عليه. لا وايت نايت كانت واحد البرودوي واعر مصوب بواحد الطريقه زوينه، وميم لي شيميس اللي مخلطينو افيك كور ما كان تيدار حتى شي واحد. تيمشي لي جون يقصروا به في لا ديسكوتيك حتى 4 الصباح، ومع 7 الصباح برونتو تتفيق تمشي تخدم باش تجيب الفلوس باش السيمانه الجايه تشري لا وايت نايت ودوز وقيته زوينه. لا وايت نايت كان احسن برودوي في العالم. عمره ما قتل شي واحد، داكشي علاش انا والويجي كان خاصنا نديرو لونكيل ديالنا قبل ما ينوض عندنا نحل وقبل من البيزنس ديالنا ما يتهرس. جمعنا دوك لي شيميس كاملين كما العاده، المطرقه حضرات في وسط الطريق، ولكن حتى واحد ما جا منو الخطا. هذوك لي شيميس كاملين قالنا تاخذو نفس الطريقه، ودرنا لونكيل ديالنا وعرفنا بلي ما جاش من عندهم المشكل. كان عندنا نقلبوا على المشكل في بلاصه اخرى ماشي في ليكيب ديالنا. من بعد هذاك لا غينيو دخل ديريكتومون داري قالت لي الكامل تنفكر كيفاش بيضة نقية فحال هادي تقدر تقتل 20 واحد. الغدا في الصباح غادي نوض معطل حيت ما نعش بالليل، نمت مع جوي 11 ونوصل للمصبانة مع 12 ديال النهار. ملي انا ندخل يبان لي لي مافيوزو كاملين مجمعين ومعاهم الويجي وفراكي وباولو كلشي تتفرج في التلفازة. جيت عندهم ضاحك قلت لهم واش اندر لك تلعب اليوم ولا شنو، ويقول لي راه لي زانفو تيقولوا بلا ماتوا 250 واحد ماتوا كلهم في بروكسل وامستردام، وتيقولوا في لي زانفو بلا المسؤول على هاد الموت هادي هي لا وايت نايت، وخاص السلطات يتحركوا باش يحبسوا هاد الناس اللي تيبيعوا وتقتلوا عباد الله. باقي ما فاطر ما والو، اول حاجه غادي نمشي للبيرو وغادي نسيرفي ليا واحد دوبل ونشرب واحد السيجار ونديروا ريونيو مع باولو وفرانكي والويجي. وانا نقول لويجي شنو الراي ديالك انت في هاد لافير هادي، ويقول لي الحاجه اللي بانت ليا هي نسيفطو فرانكي ولي مافيوزو هاد الليله لي ديسكوتيك كاملين تاع بروكسل ونعطيهم فلوس ويشرو الجرامات كاملين اللي تيدورو. اي بزنس يبيع شي حاجه يشرو من عنده واخا تكون لا وايت نايت، ونجيبوها هنايا لابو ونشوفو واش كاين شي برودوي هو اللي مسؤول على هادشي اللي طاري دابا في بروكسل. كيما قال لويجي فرانكي خرج مع ليكيب ديالو بالليل وبقاو في لي ديسكوتيك حتى 5 ديال الصباح. دونك ا 6 دي ماتان جاب واحد ساك عامر بزاف ديال لي زيشونتيون في بزاف ديال لي ديسكوتيك جاو في دي كومون ديفيرونت، غادي يعطيهم لهداك الشيميس اللي عندنا في المصبانه ويبقى خدام عليهم حتى 12 ديال النهار. من بعد نجلسو مع داك الشيميس كان خاصنا يعطينا الرابور ديالو، قالنا بلا جابوا لي 450 دوزه وبين 450 كانوا 15 قتيله. ما تيقتلوش الناس كاملين ولكن تيقتلوا الناس اللي عندهم واحد المشاكل ديال القلب، دونك سا غيس واحد البرودوي دونجورو. غادي جبد لنا هذوك الدوزات وكان الباكاجين ديالهم قريب بزاف لا وايت نايت، كان سميتها لا بلو نايت مصوبه بنفس لا تيبو نفس لا ديكو، تقدر لاش ديتي الباكاجين بالليل يسحبك على وايت نايت. دونك قالنا هادي هي المسؤوليه تقتل عباد الله في بروكسل، لا عرفتو شكون اللي تيبيعها ولا تقدرو تحيدوها وما يموتوش بزاف ديال الناس. غادي نوض داك الشيميس وغادي نشكرو وغادي يخرج، ونبقاو ساكتين واحد شويه
وانا نقول لويجي خاصنا نعرفو شكون تيبيع هاد البرودوي هذا، خاصنا نعرفوه بالزربه قبل ما يجيو البوليس عندنا هنايا. غادي ندور عند فرانكي وغادي نشوف فيه بواحد الطريقه سيريوس، وعارفني ما تنضحكش. قلت لي غادي تهز لي مافيو كاملين وتخرجوا بالليل، اي واحد تيبيع هاد لابرونايت غتسولو سؤال واحد، ما يجاوبكش دير لي تقبه في راسو. بغيت نوض الصباح نلقى في لي زانفو تيهضروا على بزاف ديال الناس طايحين في الارض وعندهم تقابل في رؤوسهم، ولا بغى شي واحد يهضر جيبوا لي هنا المصبالة. فرانكي ما زادش معايا الهضره، جمع الوقفه وضرب الباب موراه وتحرك. هذيك الساعه الوي جاهز القرعه ويسيرفي لنا شي كيسان ويقول لي عمرنا ما نسى اليوم هاد الخدمه ديال القتيله. يلا قاصا نهضر انا وياه والتليفون غادي يصوني، النمره ما تنعرفهاش، نمرتي تعرفها اربعه ديال الناس. غادي نديكروشي وندير او بارلور، انا والويجي ما بيناتناش الاسرار، وحنا نسمعو نفس الصوت اللي سمعناه باش كنا في لي كاميونيت وكنا نتحركو للدار. هذاك الصوت قال لينا بالله يقدر ينوضو لنا مشاكل كبار مع البوليس، خاصنا نحلو هاد المشكله ديال لابرونايت في اقرب وقت. هو يديكروشي بقينا انا والويجي الليل كامل فهاديك المصبالة تنشربو. ملي تيتقاسو لي زانتيري تاع كوزا نوسرا حتى واحد ما تيقدر بشي ناس، خاص يتحلو المشاكل. مع السبعة ونص ديال الصباح تنسمعو الباب ديال المصبالة تتحل، وتما داخلة لا كاميونيت فيها فرانكي ولي مافيو. غنزلو انا والويجي ونبقاو واقفين قدام باب ديال الطونوبيلة، وينزل فرانكي ويقولي هاد الليلة تفرقعو خمسة ديال ريوسا وجبت معايا جوج باغين يهضرو. الويجي يقول لهم هبطوا من لاكاف، ويقول لواحد المافيو سيصوب لنا تيرمو ديال القهوة. من بعد دي مينوت كنا كلنا مجموعين في لاكاف، كانوا مكتفين مليوحين في واحد القنت. والويجي هو يقرب عند الاول قال لي غادي نسولك سؤال واحد وغتمشي في حالاتك انت وصاحبك، شكون اللي تيبيع هاد الزبل هذا وتيقتل عباد الله؟ الاخر غادي يشوف في الويجي ويقول لي الحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول لك هي جبتوا على راسكم واحد صداع كبير، ومن الاحسن تلقونا ولا فير تسالي هنايا. الويجي غيشوف فيه وبدا يضحك، هذاك السيد ما كانش عارف مع من تيهضر. هو يجبد لنا في ميليمتر هو يفرق عليه راسه. الويجي هو يقرب عند الاخر ويقول لي غادي نسولك سؤال اخر، بغيتك تجاوبني، واش عندك شي ولاد؟ والاخر هو يدير براسو في حاله هكايا. قال لي شحال عندهم العام؟ ويقول لي 6 سنين. قال لي غنعاودك واحد القصه هي اللي تشرح المشكل اللي طاري بيناتنا دابا. قال لي تخيل تنوض الصباح وتمشي تهز ولدك وتصوب ليه الكارطابل ديالو وتدي ليه واحد الساندويش مصوبو افيك كور مصوبو بقلبك حيت ولدك اللي تتبغي، وتتوصلو حتى للمدرسه وتتبوسو وتتخليه يدخل. تخيل معايا ولدك مع 12 تيخرج فيه الجوع وتيجلس في واحد لو بون ديكول في استراحه وتيجبد هذاك الساندويش زوين اللي صوبتي ليه انت بقلبك، وتيجي شي واحد كبير من هذوك الاقسام الكبار وتيحيد ليه الساندويش وتياكلو ليه قدامه، ومن بعد تدفعو وتمشي في حالاته. وتخيل معايا تيجي عندك ولدك كل نهار وتيقول كاين واحد صحيح وكبير تياكلو ليه الساندويش ديالي ديما في لاكور. قال لي الا كنت انا طرا ليا هاد المشكله غادي نمشي للمدرسه، غادي نعيط على المدير ونعيط على الاساتذه كاملين ونجمع الناس المسؤولين ديال هاديك المدرسه كامله، ونشد هذاك الولد من شعرو وجبد لنا في ميليمتر وفرق عليه راسو قدام الناس كاملين باش حتى شي واحد ما يبقى ياكل ولدي الساندويش ديالو. دونك هذه كانت واحد القصه تتشرح هادشي اللي طاري بيناتنا. دونك السؤال ديالي هو هذا، شكون اللي تيبيع البيضه ديالنا سولو نو ديال لابلو نايت؟ وبغيت الجواب دابا. الاخر بالخلعه ما عطلش الويجي في الجواب، قال لي موريس لو تزيغان هو اللي مورا هادشي كامل.